باذن الله اللي جاي يبقى افضل. والاهلي الفتره الجايه عنده مباراه مهمه جدا يوم الاربع مع فريق الانتاج الحربي في بطوله الدوري في الجوله 19 من هذه البطوله. انا عايز اتكلم معاكم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق سريعا، واحنا عايزين نطمن جمهور الاهلي على طول على فريقه. فايلر بيجتمع مع عونيه قبل انطلاق مران الاهلي. اللي حصل الفتره اللي فاتت ايه، او اليومين اللي فاتوا بالتحديد بعد مباراه سموحه؟ طبعا يوم الخميس كان الاجواء المناخيه كلها صعبه جدا، ما كانش في تمرين، وكده كده كان في راحه من الجهاز الفني للاعبين بعد مباراه سموحه. امبارح اللي هو الجمعه كان في تدريب عادي جدا لفريق النادي الاهلي، اللعيبه راحوا التتش واتمرنوا بشكل طبيعي، وواصل النادي الاهلي تدريباته من خلال مران ظهر اليوم بيستعد فيه لمباراه الانتاج الحربي باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي. بالتالي قبل مران النهارده كان في اجتماع من قبل مستر فيلر بمعاونيه للحديث عن الفتره اللي جايه وكيفيه الاستعداد لمواجهه الانتاج الحربي، وده كان اجتماع هام جدا قبل المران. خليني اقول لحضراتكم كمان بعض الاخبار، ان النهارده كان التدريب عباره عن تدريبات بدنيه قويه جدا، وفقره تدريبيه من الجانب البدني مطوله شويه في مران النادي الاهلي، شارك فيه كل اللاعبين بشكل طبيعي، وده طبقا للبرنامج اللي تم وضعه من قبل الجهاز الفني في النادي الاهلي في الاطار، طبعا في اطار الاستعداد لمباراه يوم الاربعاء. الخبر السار والمنتظر، الناس كتير جدا كانت منتظره الخبر ده، وهو مشاركه رمضان صبحي في مران الجماعي بشكل كامل كامل، وبشكل طبيعي كمان بما فيهم تقسيمه المران اللي بتبقى مع نهايه التدريب. رمضان بيشارك وعاد للتدريبات بشكل رسمي، والامور بالنسبه له طبيعيه، ومفيش اي شكوى لا في اي الام عوده اللاعب، الدنيا تمام، وبيبتدي يستعد مع الفريق لمباراة الانتاج الحربي ولما يتبقى من مباريات هذا الموسم بإذن الله تعالى. عودة رمضان إضافة قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وكمان مش بس النادي الأهلي، مختلف المنتخبات الوطنية، المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول. نتمنى له يا رب كل التوفيق، لاعب كبير جدا رمضان صبحي. خليني أقول لحضراتكم فيما يتعلق بالمصابين، وفي جلسة في الجيم وتدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي اللي هم مين؟ جيرالدو وعلي معلول. احنا عارفين ان علي معلول كان عنده إجهاد في العضلة الأمامية بعد مباراة سان داونز والمجهود الكبير اللي بذله اللاعب على مدار المباراتين في الحقيقة، فبالتالي كان عنده إجهاد خفيف كده، فبيتعافى من هذا الإجهاد من خلال بعض التدريبات التأهيلية تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق. وأيضا نفس الحال بالنسبة لجيرالدو اللاعب الإنجولي واللي كان عنده زي جزع في الكاحل، فبالتالي بيغيب خلال الفترة الحالية، بيعمل برضه بعض التدريبات التأهيلية. والتدريبات دي سواء بالنسبة لعلي معلول أو جيرالدو تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي. الأمور ماشية بالشكل الإيجابي وفي الاتجاه الجيد بالنسبة للاثنين لعيبة، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين خلال الفترة اللي جاية مع الفريق. خليني أقول لحضراتكم إن مع نهاية المران كان في تقسيمة قوية وتدريب قوي كمان للحراس، والتقسيمه شارك فيها كل اللاعبين بما فيهم رمضان صبحي زي ما اكدت لحضراتكم، وكمان كان في تدريبات لحراس مرمى النادي الاهلي شريف اكرام، محمد شناوي، علي لوسيا، مصطفى شوبير مع يانو كاميشيل مدرب حراس مرمى النادي الاهلي.